بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين كلامنا في باب أن الأئمة هم أركان الأرض تحدثنا في الحلقه الماضيه حول الشطر من الحديث الاول الذي قاله الامام الصادق عليه الصلاه والسلام وفي هذه الحلقه نتكلم في الشطر الثاني من هذا الحديث الشريف يقول الامام الصادق عليه الصلاه والسلام كان امير المؤمنين عليه السلام باب الله الذي لا يؤتى الا منه وسبيله الذي من سلك بغيره هلك وكذلك يجري الائمه الهدى واحدا بعد واحد جعلهم الله اركان الارض ان تميد باهلها وحجته البالغه على من فوق الارض ومن تحت الثرى في هذا الشاطر من هذا الحديث يبين الامام الصادق عليه الصلاه والسلام بعض فضائل وخصائص امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام التي تستوجب منا اتباعا له ان الله سبحانه وتعالى جعل رسول الله الباب اليه فمن سلك من غير ذلك الباب هلك ومن بعد الرسول الله سبحانه وتعالى جعل الإمام عليا عليه السلام والأئمة من ولده من ذريته هم الباب الوحيد إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا واحد أراد أن يأخذ الدين من غيرهم ومن غير اعتقاد بهم هلك. بيان ذلك أنه إذا واحد من الناس إجا وقال أنا لي عقل لا أخذ الشرع من محمد صلى الله عليه وآله وإنما أنا بعقلي أميز الصحيح من السقيم والعقل حجة لله سبحانه وتعالى فما ميزه عقلي بانه سقيم اتركه وما ميزه وما ميزه عقلي بانه صحيح اعمل به واعبد الله سبحانه وتعالى بالكيفيه التي اراها اخضع له ادعوه لكن لا اخذ من رسوله محمد صلى الله عليه واله هل هذا الانسان هالك او ناجي الجواب هذا الإنسان هالك لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن نأخذ الدين من رسوله محمد صلى الله عليه وآله ولم يجعل طريقا آخر العقل موجود لكن العقل يدل على الشرع وليس هو مشرعا مقابل الشرع العقل قد يدرك بعض القبائح فيجب أن يتركها الإنسان لأن العقل حجة الله الباطنة. لكن كثير من القبائح لا يدركها. قد العقل يدرك بعض الكليات أن عبادة الرب حسنة وواجبة، لكن كيفية هذه العبادة العقل لا يدركه. لا يدرك تلك الكيفية. بل على الإنسان أن يأخذ تلك الكيفية من الشرع يعني أن تريد أن تعبد الله سبحانه وتعالى هذه العبادة بكيفية الصلاة الصلاة التي تبتدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم بشروط خاصة كأن تتوجه إلى الكعبة مثلا وسائر الشروط ولها قواطع وموانع هذه التفاصيل لا يدركها العقل العقل يدرك أنه عليك أن تعبد الذي خلقك ان تشكره. اما التفاصيل يبينها الشرع، مضافا الى ان العقل ليس له احاطه بكل شيء، لان العقل لا يحكم الا اذا كان الانسان عالما، في حاله الجهل العقل لا يحكم، وكثير من الامور الانسان لا يعلمها، فلا يحكم العقل فيها، وانما ياتي الشرع ويبين تلك الامور ويحكم فيها. فاذا اذا واحد قال اني ما اخذ الشرع من رسول الله محمد اخذ من عقلي هذا الانسان هالك ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو من في الاخره من الخاسرين بل يجب على الانسان ان يعتقد برسول الله اجمالا وبرسول الله محمد صلى الله عليه واله تفصيلا وان ياخذ منه زين بعد الرسول الله سبحانه وتعالى عيّن ائمه وقد ذكرنا فيما مضى ان تعيين الائمه لم يكن من رسول الله محمد صلى الله عليه واله الرسول بلغ ما امره الله سبحانه وتعالى به يا ايها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك الله امره ان يبلغ للناس ان عليا عليه السلام والائمه من ولد علي الائمه الاثني عشر هؤلاء هم الذين يجب ان يعتقد بهم الناس وان ياخذوا منهم فجاءت من الله سبحانه وتعالى الى الرسول والرسول بلغها وقد مر سابقا في بعض الاحاديث أن الولاية الله سبحانه وتعالى أوحاها مباشرة إلى الرسول بدون واسطة جبرائيل. لأن الوحي له طرق وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. هذه طرق من الوحي. الله سبحانه وتعالى تارة كان يوحي مباشرة إلى الرسول محمد وتارة بواسطة جبرائيل عليه السلام. الولاية لعلي بن أبي طالب والأئمة من ولده الله سبحانه وتعالى لم يوسط فيها حتى جبرائيل بل أوحاها إلى محمد صلى الله عليه وآله رسوله مباشرة زين فإذا واحد أجا قال أنا لا أعتقد بإمامة علي بن أبي طالب ولا أخذ منه هذا الإنسان رفض أمرا أمر به الله سبحانه وتعالى وبلغه الرسول صلى الله عليه واله فيهلك فلذلك على الانسان ان ياخذ من الائمه بعد رسول الله صلى الله عليه واله وهذا ما دل عليه الحديث المتواتر وهو حديث الثقلين الذي روته العامه والخاصه ان الرسول صلى الله عليه واله قال: اني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي فالإنسان إذا تمسك بالقرآن وتمسك بأهل البيت بمعنى أنه اعتقد بهم واتبعهم وكذلك اعتقد بالقرآن ونفذ ما يأمره القرآن وما ينهى عنه انتهى عنه هذا الانسان يكون ناجيا لا يظل مهتديا والذي يكون مهتديا يكون من اهل النجاه في الاخره ولا يوجد هناك طريق بديل يعني احيانا اكو بعض الواجبات فيها بديل مثل الواجب التخييري يعني مثلا كفاره صيام شهر رمضان انه يصوم ستين يوما أو يطعم ستين مسكينا أو يعتق رقبه وخير لكن بالنسبة إلى مسألة النبوة لا يوجد هناك تخير واجب تعييني أن تعتقد بمحمد صلى الله عليه وآله بأنه رسول من الله وأن تأخذ منه وأن تعتقد بعلي وأولاده المعصومين بأنهم أئمة نصبهم الله سبحانه وتعالى وبلغه الرسول عن الله سبحانه وتعالى بالنسبه اليهم وان تتبعهم. لذا الامام الصادق في هذا الحديث يقول: كان امير المؤمنين عليه السلام باب الله الذي لا يؤتى الا منه، هذا باب الى الله، طريق الى الله. وماكو طريق اخر، لا يوجد طريق اخر، لذا يقول الذي لا يؤتى إلا منه وسبيله الذي من سلك بغيره هلك وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الصراط الى الله سبحانه وتعالى هم الرسل ومن بعدهم اوصياء الرسل لا يوجد صراط الى الله غير ذلك اذا هناك سبل اخرى فهي الى الضلال و بالنتيجة إلى الخذلان في الدنيا والآخرة بعقاب الله سبحانه وتعالى زين هذا أيضا كما في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام هو باب إلى الله وهو سبيل إلى الله كذلك في الأئمة عليهم الصلاة والسلام يعني واحد يقول أنا أعتقد بإمامة الإمام علي بن أبي طالب و أخذ معالم الدين منه ولا أعتقد ببقية الأئمة هذا إنسان ضال لأن الله كما أمر بوجوب الاعتقاد والاتباع لعلي بن أبي طالب كذلك أمر بالنسبة إلى سائر الأئمة الإمام الحسن الإمام الحسين وهكذا إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا من الجانب التشريعي، أما الجانب التكويني أن الله سبحانه وتعالى ربط نظام الكون بهم، يعني إحنا الآن نعيش في هذه المنظومة ضمن قوانين دقيقة، هذه القوانين قوانين مادية طبيعية كقانون الجاذبية، الشمس، تجذب الارض نحوها الارض تتحرك بهذه الحركه تفر من الجاذبيه فهناك ضمن معادله دقيقه تبين في علوم الفلك والفيزياء بان هذه الارض تسير حول الشمس وتتشكل الايام والليالي والفصول والسنوات وهكذا والارض هي ذلول يعني قابله ل حياة الموجودات الحية من الإنسان وغير الإنسان. وفي نظام متكامل جدا. الأرض قابلة للحياة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذه قوانين مادية نظام الكرة الأرضية والمنظومة الشمسية والعالم أجمع ضمن تلك القوانين. وهناك قوانين غيبية وهي المهيمنة القوانين الغيبية هي القوانين الواقعية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن امسكهما من أحد من بعده. هذا النظام الطبيعي الموجود محكوم بالنظام الغيبي الله سبحانه وتعالى جعل الأئمة وسيله لحفظ هذا النظام في العالم الله جعلهم كما ان الله سبحانه وتعالى جعل الجاذبيه وجعل القوانين الطبيعيه التي تتحكم في هذه المنظومه الشمسيه بل في الكون اجمع كذلك الله سبحانه وتعالى جعل اسبابا فوق هذه الاسباب بان ربط المنظومه كاملة بالأئمة عليهم الصلاة والسلام، وليس هذا غلوا فيهم. الغلو معناه أن ترفع الإنسان إلى منزلة الخالق. نحن لا نرفع الرسول والأئمة إلى منزلة الخالق، كلا. وإنما نقول إن الله قادر وقد دلت الأدلة المعتبرة على أنه فعل ذلك. على أن يعطيهم من القدرة بأن يتصرفوا في الكون أو ما يعبر عنه بالولاية التكوينية، عندما تقول إن عيسى أحيا الميت بإذن الله، هذا ليس غلواً في عيسى، لماذا؟ لأنك تقول بإذن الله، يعني الله هو الذي أعطاه هذا هذه القدرة، الفرق بيننا وبين النصارى من جهات، ومن تلك الجهات أنه نحن نعتقد أن عيسى معاجزه من احياء الاموات وابراء الاكمه والابرص واخباره بما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم وخلقه الطين والنفخ فيه فيكون طيرا كل ذلك نعتقد ان ذلك كله باذن من الله سبحانه وتعالى ويبقى عيسى عبدا مربوبا لله اما النصارى في ضمن ما يقولون يؤلهون عيسى ويجعلونه ابنا لله ويعتقدون أن هذه القدرة هي ذاتية منه وليست بجعل من الله سبحانه وتعالى لأن بعضهم يقولون إنه والعياذ بالله هو الله لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية الثانية لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة طوائف من المسيحين بعضهم يقولون إن عيسى هو الله وبعضهم يقولون إن الآلهة ثلاثة الأقانيم الثلاثة على كل حال عندما نقول ان الله سبحانه وتعالى ربط النظام الكوني بهم بحيث لولاهم لساخت الارض باهلها لمادت الارض هذا اثبات لقدره الله سبحانه وتعالى بان يخلق بشرا ويعطيه هذه القدره وليست تلك القدره من ذلك البشر وانما الله سبحانه وتعالى هو الذي حباه بتلك القدره. لذا في هذا الحديث الامام الصادق عليه الصلاه والسلام حول الأئمة يقول جعلهم الله اركان الارض ان تميد باهلها يقول جعلهم الله ليس منهم بالذات الله سبحانه وتعالى جعل هذا النظام الكوني مرتبطا بهم ان تميد باهلها يعني ان تزول ذلك ان يزول ذلك النظام وان يضطرب النظام الكوني زين هذا بالجانب التكويني الجانب الاول كان الجانب التشريعي انه انت يجب عليك وانتم جميعا يجب عليك ان تسلكون من هذا الباب ان تسلكوا من هذا الباب الجانب التكويني ان الله سبحانه وتعالى جعلهم اركان الارض الجانب الثالث الله يحتج بهم على عباده وحجته البالغه على من فوق الارض ومن تحت الثرى لان الله سبحانه وتعالى حجته بالغه قل فلله الحجة البالغه الله سبحانه وتعالى ما اراد ان يكره الناس على الايمان ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا الله سبحانه وتعالى لو كان يريد بالإرادة التكوينية أن يجعل كل الناس مؤمنين قادر لو عاجز الجواب قادر لكن الله لحكمته ما أراد أن يجبر الناس على ذلك بل حكمته اقتضت أن يكون الناس مخيرين الله هو الذي أعطاهم الاختيار وأعطاهم القدرة ولم يجعل المانع أمامهم إذا أرادوا أن يعصوا لحكمته سبحانه وتعالى لكن أتم الحج عليهم حتى إذا يوم القيامة حاسب إنسانا على مخالفته لا يتمكن ذلك الإنسان من أن يحتج على الله سبحانه وتعالى بل تكون حجته داحضة والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه عند ربهم. قل فلله الحجه البالغه. في يوم القيامه الله سبحانه وتعالى يحتج على عباده ولا يتمكنون من ان يخالفوا حجه الله سبحانه وتعالى، واذا احتجوا بحجه فحجتهم داحضه باطله. كيف الله سبحانه وتعالى؟ جعل الحجة البالغة الجواب جعل الرسول ومن بعد الرسول الأئمة عليهم الصلاة والسلام جميعا الحجة البالغة فلذا يوم القيامة يحتج بهم على الناس الناس الذين عاصروا الرسول صلى الله عليه وآله الله يحتج عليهم يقول أرسلنا رسولا فبلغ لماذا خالفتموه لا حجة لهم من بعد الرسول الله سبحانه وتعالى يقول لهم: ارسلت لكم ائمه عينت لكم ائمه اوصياء للرسول هم ليسوا انبياء لكنهم معينين لكنهم معينون من قبل الله سبحانه وتعالى للامامه لماذا خالفتموهم وقد وصلكم كلام كلامهم لماذا خالفتموهم فيكونون حجة الله سبحانه وتعالى البالغة على الخلق. ليس بالنسبة إلى الناس بني آدم فقط، بل حتى بالنسبة إلى غيرهم من المكلفين كالجن مثلا. إذا في هذا الحديث الإمام يقول: وحجته البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، لأنه يقال إن الجن مسكنهم تحت طبقات الأرض. ويحتمل في هذه العباره ان يكون المراد انهم حج على الاحياء وعلى الاموات. يعني كما انهم حجه الله سبحانه وتعالى يحتج بهم على الاحياء كذلك يحتج بهم على الاموات. انت الان حي الله يحتج عليك بهم. اذا واحد مات في قبره يحتج عليه بهم عليهم الصلاه والسلام. هذا المقطع الثاني من هذا الحديث الشريف المقطع الثالث من هذا الحديث الشريف حديث الامام الصادق عليه الصلاه والسلام بيان جمله من فضائل امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام من جمله تلك الفضائل ان علي بن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام هو قسيم الجنه والنار شنو معنى قسيم الجنه والنار؟ معناه ان الله سبحانه وتعالى جعل حبه علامه للايمان وبغضه علامه للنفاق فمن احبه كان مؤمنا والمؤمن يدخل الجنه ومن ابغضه كان منافقا والمنافق اين مصيره؟ ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار هذا معنى من معاني قسيم الجنه والنار. وهذا المعنى يعني حبه علامه للايمان وبغضه علامه للنفاق متفق عليه بين المسلمين، ورد في صحاحهم لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، يعني من المسلمين. اذا واحد من المسلمين احب علي بن ابي طالب فهو مؤمن واذا ابغضه فهو منافق. والمؤمن في الجنة والمنافق في النار. أيضا جانب آخر من كونه قسيما للجنة والنار. أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام مع الحق والحق معه. فإذا واحد اتبع أمير المؤمنين يكون مع الحق. والذي مع الحق يدخل الجنة. والذي خالف أمير المؤمنين عليه السلام كان على باطل لأن علي بن أبي طالب مع الحق كما في الحديث الذي رواه الفريقان أيضا علي مع الحق والحق مع علي في حديث آخر علي مع القرآن والقرآن مع علي في حديث الثقلين المتواتر وإنهما لن يفترقا يعني أهل البيت لا يفترقون عن القرآن القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فأهل البيت لا يفترقون عن القرآن يعني لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم فإذا واحد انفصل من القرآن فهو في النار واحد عمل بالقرآن فهو من أهل الجنة علي بن أبي طالب دائما مع القرآن دائما مع الحق أهل البيت لا يفترقون عن القرآن يعني دائما على الحق فإذا واحد اتبعهم فهو الى الجنه لان الحق يقود الانسان الى الجنه واذا فارقهم فهو الى النار لان الباطل يقود الى النار وايضا جهه اخرى من كونه عليه السلام قسيما للجنه والنار انه على الحوض عليه الصلاه والسلام يذود الكفار والمنافقين عن الحوض ويسقي المؤمنين زين الذي يسقى من حوض الكوثر من أهل الجنة والذي يذاد عنه من أهل النار هذا مثلا في كتاب البخاري موجود الرواية الرسول صلى الله عليه وآله يقول أنا فرطكم على الحوض يعني أنا سابقكم على الحوض إلى أن يقول فقام رجل بيني وبينهم وقال هلم الى النار فقام رجل يعني اكو مجموعه يجون فهذا الرجل مو من الملائكه رجل يعني انسان بين الرسول وبين هؤلاء يقول هلم الى النار يساقون الى النار اقول يا رب اصحابي هؤلاء اصحابي كيف يساقون إلى النار؟ يقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك بعدك أحدثوا فأقول سحقا لمن أحدث بعدي هذا النص رواية البخاري زين فقام رجل من هو هذا الرجل؟ مو من الملائكة فقام رجل وهذا الرجل يطردهم من الحوض ويقول للرسول إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك بيان عظم الفاجعة التي ارتكبوها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله الحدث الذي أحدثوه في الإسلام إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك هذا للتعظيم وللتهويل هذا الرجل من هو إذا تجمع مجموعة من الأحاديث الأخرى تعلم ان هذا الرجل هو علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام. فهو قسيم الجنه والنار. يطرد مجموعه من الاصحاب حسب هذا الحديث واحاديث اخرى. هلم الى النار. ولا يطرد مجموعه والرسول صلى الله عليه واله يسقيهم فهم الى الجنه. فهو قسيم الجنه والنار. وايضا حسب بعض الروايات أن الأئمة عليهم الصلاة والسلام وعلى رأسهم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على الأعراف يأمرون أهل الجنة بدخولها ويأمرون أهل النار بدخولها وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم إلى أن يقول ادخلوا الجنة يأمروهم بدخول الجنة وايضا امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام جهه اخرى من كونه قسيم الجنه والنار انه يحمل لواء الحمد، يعني الله سبحانه وتعالى حينما يامر اهل الجنه ان يدخلوا الى الجنه. فاول من يدخل رسول الله صلى الله عليه واله والائمه. وبيد امير المؤمنين عليه السلام لواء الحمد. فيدخل الجنه و يدخل المؤمنون بعدهم الجنه فبذلك ايضا هذه جهه اخرى من كونه قسيم الجنه والنار لانه حامل لواء الحمد فامير المؤمنين من فضائله انه قسيم الجنه والنار وكان امير المؤمنين عليه السلام كثيرا ما يقول انا قسيم الله قسيم الله هذه الاضافه بمعنى من يعني قسيم من قبل الله بامر الله سبحانه وتعالى ليس من نفسي لان الائمه عليهم الصلاه والسلام ومن قبلهم جدهم رسول الله صلى الله عليه واله هؤلاء اعمالهم بامر من الله سبحانه وتعالى انا قسيم الله بين الجنه والنار ثم بعد ذلك الامام الصادق يبين كلام أمير المؤمنين في فضائله سنذكرها في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.